السلام عليكم الإخوان الأخوات، نتمنى تكونوا على خير. كيف كتشوفوا أمامكم طائر البيو أو اللايك أو الترونجان؟ كي اللي ما عرف فيكم أنه راه كياكل نفس الحبوب اللي كيت يعني اللي كتاكلها يعني الطيور الأخرى مثل طائر الحسون وكذلك طائر الكناري، وكذلك كياكل يعني أنواع يعني مختلفة ديال الخضروات. على أي الموضوع أنا ماشي هو هذا، الموضوع هو أهم من ذلك، وهو أنكم يعني أول حاجة غادي تسألوا وغادي تقولوا على إيش غادي يتكلم اليوم. اللي غادي نتكلم عليه اليوم وهو يعني إنتاج الهجين. كيف كتعرفوا أن إنتاج الهجين ماشي بطريقة سهلة، ماشي أي واحد كيقوم بها، وكيقوم بها فقط المحترفين في تربية الطيور. علاش؟ لأنها صعيبة وكتجمع بين طائر مختلف عن آخر، يعني باش توصل الى بر الامان ويكون عندك واحد الانتاج اللي هو مزيان او يصلق لك داك الانتاج، خاص ضروري تمر بواحد الشروط وواحد المعايير. لازم خاصك توفر في الطائر ديالك من الذكر ديال هذا البيو، وتكون كذلك حتى في الانثى يعني ديال الكناري. اش بغيت نقصد من هذه الهضره هذه؟ وهو ان خاص الطائر ديال البيو او الترونجان خاص يكون صغير وعمره تزوج في حياته، يعني يكون اول مره كيتزوج، وكذلك الانثى ديال الكناري تكون اول مره كتزاوج، يعني من العش يعني كتكبر لازم خصك تدخل عليها واحد الطائر من نوع اخر باش تقبله. اما ان كان من يعني من نفس النوع، يعني مثلا قام بالتزوج مع الذكر الكناري ورجعنا بغينا يعني نزوجوها بين نوع طائر اخر، راه ما غاديش يصدق. كونوا هاني من هذه المساله هذه، وحتى الاخوان اللي قاموا بذلك راه يعني اكدوا هذه المساله هذه. على اي بخصوص يعني هذا الطائر هذا، الحمد لله يعني راه كيف خبرتكم يعني داز من مرحله غير الريش، وكذلك صفى الريش ديالو كيف كتشوفوا تبارك الله. وانا كنحس بانه مستعد ليش؟ مش مستعد للتزوج، مستعد باش انني يعني نوضعه بجانب انثى الكناري، يعني ديك المرحله ديال التشويق. وسبق لي انني تحدثت على مرحله التشويق واللي هي مهمه بزاف. شوفوا تبارك الله كيفاش واقف وكيفاش كيشوفوا كيخنزر، يعني تبارك الله طائر يعني انا كنظن ان شاء الله غادي يكون طائر يعني ذكر فحل ان شاء الله. على اي نرجعوا لموضوعنا بخصوص هذه المساله هذه، يعني لازم تكون ديك مرحله ديال التشويق. لازم اول حاجه ان يعني الطائر الذكر يعني او الانثى يعني يكون نكونوا كنقدموا لهم يعني اغذيه غنيه بالفيتامين وكذلك الخضروات. علاش؟ باش نساعدوهم على يعني التزوج وعلى الانتاج. حاليا ان شاء الله انا قررت انني يعني نزوج مع الانثى ديال الكناري. شكون هي هذه الانثى ديال الكناري؟ هي اللي غادي تشوفوها ان شاء الله حاليا دابا في الفيديو. غير هو مازال عليها الحال باش انها يعني تزوج، مازال خاصها ان شاء الله واحد الشهرين. لهذا قررت انني نقوم بديك مرحلة ديال التشويق بين الذكر والانثى باش يتوالفوا بعضياتهم يعني شويه بشويه، مع انني يعني نقدم لهم يعني ان شاء الله يعني حبوب كامله، يعني باش يكونوا واجدين يعني للتزوج والانتاج. كيف كتشوفوا حاليا اخوان الاخوات، هذه هي الانثى ومعها الاخ ديالها يعني الذكر الكناري اللي سبق لي تحدثت عليه. انا وضعتهم يعني بجوج باش انني غادي نفارقهم ان شاء الله من بعد، وان شاء الله غادي نقل معكم هذه التجربه. وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء.